خاطي وفوتي وعليان دير خير فيكم وفيا راني جيت كون بنيا. منيرة الرحوي مرشحة حزب استقلال عن دائرة سلا المدينة، أستاذة التعليم الثانوي، مستشارة السيد وزير سكن الإسكان والتعمير، وناشطة جمعوية فخورة بخوض معركة الاستحقاقات التشريعية 7 سبتمبر باسم حزب استقلال. مدعاة الفخر رغبة موضوعية في خوض التحدي بثوب نسائي ينطوي على إرادة فعلية في إقرار المساواة، ورغبة ذاتية في خوض هذه المعركة السياسية لبلورة قناعات سياسية واقتصادية واجتماعية راكمتها خلال سنوات من الخوض في العمل السياسي. بالنسبة لنا في حزب الاستقلال، محطة 2007 استمرار لمسلسل دمقرطة المغرب عبر آليات ديمقراطية، لذلك نعتبر هذه المحطة حاسمة وأساسية في القطع مع الكثير من الممارسات التي نتطلع إلى أن تصبح جزءا من الماضي. بديلنا لذلك مغرب ديمقراطي منفتح قادر على تلبية حاجيات مواطنيه نساء ورجال، مغرب قوي بذاته وقدراته ومؤسساته وأطياف سياسية، ورصيده هو التاريخي والبشري. ما يهمنا في سلا أن الكثير من الإشكاليات التي تعاني منها هذه المدينة تجد صدى لها في البرنامج الوطني لحزب الاستقلال، مع بعض الخصوصيات المحلية التي ندركها كسلويين. سنتقدم إن شاء الله إلى الناخب المغربي والسلاوي ببرنامج انتخابي واقعي يستجمع كل متطلبات المرحلة المقبلة. لذلك نرى في حزب الاستقلال أن الإصلاح السياسي معركة مستمرة في اتجاه تقوية دور المؤسسات وتعزيز مؤسسة الوزير الأول وإقرار مزيد من فصل السلط مع إلاء لإصلاح القضاء أهمية كبرى. في برنامج حزب الاستقلال الجانب الاقتصادي مركزي باعتباره الانتعاش الاقتصادي رافعة للتنمية الحقيقية، كما أن برنامجنا يستند على حصيلة مشرفة لأداء وزراء حزب الاستقلال في قطاعات السكن، السياحة، تجهيز العمل الاجتماعي التي عرفت انطلاق أوراش كبرى. هذه الأوراش نحن معنيون بها في سلا لتدارك العز في السكن وجلب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياسي لتلبية المزيد من فرص الشغل. يقترح حزب الاستقلال استثمار 232 مليار درهم في البنيات التحتية الأساسية في الفترة بين 2008-2012، و63 مليار لتقوية وسائل الاتصال، و15 مليار في قطاع الطاقة. ويتعهد حزب الاستقلال بإنشاء 150 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات المقبلة لفائدة الطبقة المتوسطة، ومدينة سلا لها حصة مهمة جدا في هذا البرنامج. التشغيل مركز أي سياسة اقتصادية، لذلك يقترح حزب الاستقلال خلق 1,300,000 منصب شغل جديد من خلال رفع نسبة معدل النمو إلى 6% دون الارتهان إلى قطاع الفلاحة، وذلك باتخاذ تدابير اقتصادية مرنة تقوم على تشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة، وذلك بتأهيل المقاولة وإقرار تدابير ضريبية محفزة وتقوية مصادر التمويل بتسهيل مسطرة القروض للفاعلين الاقتصاديين. أما في الجانب التعليمي فإن حزب الاستقلال يقترح تغيير البرامج والمناهج التعليمية لملائمتها مع متطلبات سوق الشغل الوطني والعالمي، ووضع منحة مشروطة لتمدرس الأطفال في العالم القروي من خلال صندوق خاص للدعم. كما نقترح كذلك تفعيل مبدأ إلزامية التعليم
وتقوية برامج المطاعم المدرسية والنقل المدرسي ودور الطالبات والطالب في المجال القروي. كما نقترح تكفل بالأطفال أقل من 15 سنة المهددين بالطرد أو التكرار. أما في مجال الصحة فيقترح حزب استقلال تعميم التأمين الصحي ووضع خريطة صحية جهوية وتطبيق سياسة جديدة في مجال توزيع الأدوية وتقديم الدعم للأدوية الضرورية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة. أما في مجال البيئي فإن حزب استقلال يقترح تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للمطارح العمومية ورفع نسبة جمع النفايات الصلبة من 70% إلى 100%. كما يقترح كذلك تفعيل القوانين كقانون تدبير النفايات وقانون المحافظة على البيئة وقانون تلوث الهواء. كما نقترح الانطلاق السريع للبرنامج الوطني للبان وكذلك إخراج الصندوق الوطني للبيئة إلى حيز الوجود وإدماج حماية البيئة في القيم الثقافية للمواطن المغربي. وفقنا الله لما فيه خير هذا الوطن وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور خالد فتحي أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط، طبيب مشفى الولادة السويسي، عضو في المركزية لحزب الاستقلال. في حزب الاستقلال معول على انتخابات 2007 لكي تشكل قطيعة نهائية مع أي ممارسة شابت فيما مضى المسار الديمقراطي. لذلك فحزب الاستقلال كحزب عريق وكحزب جاد تقدم ببرنامج مرقم، برنامج مفصل قابل للتطبيق، أعدته أطر من خيرة أطره. هذا البرنامج سوف يسمح للمواطنين بمحاسبتنا فيما بعد في الاستحقاقات التي ستتلو استحقاقات 2007 لتقييم ما أنجز ومعرفة ما لم يتم إنجازه. بالنسبة لمدينة سلا الجديدة التي أتشرف بأن أكون وكيل لائحة حزب الاستقلال بها، الانتخابات التشريعية لها ارتباط وثيق بالانتخابات الجماعية. هذه خاصية لا ينكرها أحد في مدينة سلا. لذلك فإن المواطن السلاوي يتأمل ما أنجز جماعيا ليقرر كيف سيتصوت تشريعيا. وعندما نتأمل حصيرة المنجزات التي تمت في المجال الجماعي فهي حصيلة هزيلة، حصيلة لا ترقى إلى تطلعات المواطنين بهذه المدينة. في نظري وفي نظر حزب الاستقلال أن البرلماني أو النائب الذي يستحق تمثيل هذه المدينة ينبغي أن يطلع بوظيفة أخرى غير وظيفة العمل التشريعي، وهي وظيفة التواصل المستمر مع المواطنين، لأن هناك تركيبة اجتماعية خاصة بمدينة سلا، تركيبة نعرفها جميعا. على أي حال هذه المدينة أو هذه المنطقة خصوصا دائرة سلا الجديدة هي منطقة لم تستطع أن تكسب بعد رهان التنمية كباقي المناطق الأخرى المحيطة بها، وذلك بسبب فقر الأسر، بسبب انتشار المرض وانتشار الأمية والعديد من عوامل الإقصاء. كذلك هذه المدينة تعيش أيضا تفاقما كبيرا لمشاكل الشباب والنساء والحرفيين والصناع التقليديين وشريحة المعاقين الذين خصهم حزب الاستقلال في برنامجه الوطني بعدة إجراءات متكاملة. أذكر منها أن حزب الاستقلال سيسعى إلى تخصيص 5% من مناصب الشغل المتاحة بالقطاع الخاص لفئة المعاقين،
سيسعى كذلك إلى تعديل قانون الولوجيات ليصبح إلزاميا في الأماكن العمومية. سيقوم بإحداث مراكز التربية والترويض الطبي وإعادة التربية الوظيفية لهؤلاء المعاقين. ونحن نعرف أن دائرة سلة الجديدة تعرف أكبر تمركز للمعاقين على الصعيد الوطني. كذلك هناك طبقة المتقاعدين الذين يواجهون مشاكل شتى في السكن، كما لا يجدون أسباب الراحة والترفيه. نلاحظ كذلك أن الأداء الجماعي في المقاطعات وفي أغلب المقاطعات خصوصا مقاطعات سلة الجديدة هو أداء دون المستوى، مما أدى إلى حدوث تقاعس كبير عن تحقيق الضروريات الأساسية للمنطقة. يظهر ذلك في انعدام النظافة وانتشار الأزبال واقتضاد المدارس وبعدها وانعدام المساحات الخضراء وغياب الإنارة وتدهور حالة الأحياء وقلة المساجد. لذلك فإن ساكنة سلة وساكنة دائرة سلة الجديدة بالخصوص مدعوون إلى أن يحكموا ضمائرهم خلال هذه الانتخابات، مدعوون إلى أن ينشطوا ذاكرتهم، مدعوون إلى استحضار السياق الذي تجري فيه هذه الانتخابات على الصعيد مدينة سلة، خصوصا وأن هذه المدينة عاشت عددا من التجارب الانتخابية التي هي كفيلة بأن تفرز المعدن الحقيقي لكل الفاعلين ولكل الأحزاب السياسية التي تنشط سياسيا في هذه المدينة. لذلك فإننا نعول في حزب الاستقلال على أن المواطنين والمواطنات وعلى أن الناخبين والناخبات سيصوتون للحزب الذي حافظ دائما على مصداقيته، على نقائه، الحزب الذي كان سلوكه السياسي داخل المدينة دائما سلوكا قويما، الحزب الذي لم يساوم ولم يستغل أصوات الناخبين لأجل أغراضه، والحزب الذي لا يعقد تحالفات غير طبيعية خصوصا على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. لذلك فإننا نعتقد بأن ساكنة سلة وساكنة سلة الجديدة سوف يصوتون بكثافة وسوف ينحازون للكفاءة والنزاهة والإخلاص وللأمانة والصراحة، وهذا ما هو متوفر في المرشحين الذين قدمهم حزب الاستقلال في الدائرتين سلة الجديدة وسلة المدينة. شكرا. ادير خير فيكم وفيها.